وزارة الصحة متمثلة بمركز الكويت للتطعيم أنشأت 15 مركز متنوع ومتوزع على عدد كبير من المناطق السكنية وأيضا المحافظات في دولة الكويت حتى تكون عملية التطعيم أسرع وأسهل. إذن ما فينا أحد بيكون عنده عذر، اليوم التطعيم صار لكم أقرب، علشان كذي خلونا جميعا نبادر في عملية التطعيم. واليوم ننطلق معاكم من مركز صباح الأحمد الصحي إي، وهو أيضا اللي اليوم يحتوي مركز صباح الأحمد للتطعيم، حتى نتعرف على آلية العمل عندهم هني. تعالوا معنا في هذه الجولة. من مركز صباح الأحمد للتطعيم احنا ما زلنا مستمرين في جولاتنا اليومية عبر شاشة تلفزيون الكويت. اليوم راح ناخذكم في رحلة نتعرف فيها على آلية التطعيم هني في المركز، ويسعدنا يكون ضيفنا اليوم رئيس المركز الدكتور محمد سعيد المهنة. حياك الله ويانا دكتور محمد، وانا سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشة تلفزيون الكويت. الطواقم الطبية والعاملين في وزارة الصحة وغيرها أيضا من العاملين في الصفوف الأمامية أرهقوا وتم استنزافهم خلال العام الماضي. كلمنا عن هذه الرحلة الطويلة إلى أن وصلنا إلى افتتاح مركز صباح الأحمد للتطعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء حياكم الله ونورتوا مركز صباح الأحمد إيه، ومشكورين على التغطية المميزة. فعلا أخوي مثل ما تفضلت، يعني الطاقم الطبي والإداري خلال السنة اللي فاتت والسنة اللي هذه الحالية صار عليهم ضغط، إن شاء الله أنهم لن يصلوا إلى مرحلة الإرهاق لأن المعنويات عالية إن شاء الله بإذن الله. السنة اللي طافت رأس فريق الطبي لمحجر وزارة الأشغال لمدة 9 شهور، وبفضل رب العالمين نجحت مهمتنا وانتقلنا الحين إلى مركز صباح الأحمد للتطعيم. فنفس ما تفضلت، السنة اللي فاتت محاجر والسنة هذه تطعيم. نسأل الله السنة القادمة تكون الحياة الطبيعية بإذن الله. اللهم آمين. اللهم آمين. إن شاء الله. نتكلم دكتور عن آلية العمل هنا عندكم في مركز صباح الأحمد للتطعيم. شلون يتم استقبال المقبلين على التطعيم؟ شلون يتم التعامل معهم؟ كل التفاصيل. تمام. طبعا احنا عندنا هنا شغلة تميزنا في مركزنا مركز صباح الأحمد، احنا نغطي المنطقة الجنوبية كافة. جنوب الكويت. جنوب الكويت جميعها بكل مناطقها احنا نغطيهم. فالحمد لله بفضل الطاقم الطبي والإداري نقوم باستقبالهم من البداية، نتأكد من حرارتهم، نقوم بضع الأسئلة نسألهم، عقبها نتأكد من وجود موعد التطعيم، ومن ثم ندخلهم إلى الكاونترات حتى يتم تسجيلهم في كمبيوتر الكوفيد فاكسينيشن التطعيم. بعدها يروحون يتجهون إلى التطعيم وأخذ اللقاح. عقب ما يأخذون اللقاح بنجاح يتأكد أن أمورهم كلها طيبة، ويتوجهون إلى اللوبي الرئيسي حيث يجلسون لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة تحت أعين أطقمنا الطبية والأطقم الإدارية. نتأكد ربع ساعة أن أمورهم كلها طيبة، نقوم بتوزيع المنشورات اللي قد تساعدهم على فهم اللقاح الذي أخذوا وما المتوقع من الأعراض الجانبية. العملية كلها إن شاء الله ما تستمر 20 إلى 25 دقيقة ماكسيموم. هذه الشغلة يمكن اللي تميزتوا فيها واللي ذكرتها دكتور، أنكم توزعون في نهاية وجود المطعمين ورقة فيها إرشادات. ليش حرصتوا على هذا الأمر؟ والله هو في عدة يعني أماكن سمعت أن يقومون بعض هذه الأوراق، سمعت بهالفكرة هذه، وأتوقع أن في أماكن تقوم بهذا العمل، استلهمنا هذا الشيء منهم، بالإضافة إلى أن كان اقتراحات بعض الشباب الموجودين حواليني. هذه الشغلة مهمة جدا لأن المريض من يطلع منك ما عنده تبدأ الأسئلة والمخاوف، طرأ عليه شيء، حرارة، شوية صداع في بعض الناس وليس كلهم، فبالتالي تكون الورقة جاهزة عنده، يعرف هو ايش قاعد ياخذ وشنو يسوي
ما الإجراء الذي يتخذه لما يتعرض لمثل هذه المضاعفات إن وجدت، وإن شاء الله تكون خفيفة بعد. اللهم آمين. السؤال الأخير اللي بختم فيه معك دكتور، ودي أتكلم عن وجود الطبيب الوقائي وأيضا نافذة أسألني، نبي نتكلم عن هالجزئيتين. نعم يا سيد الكريم، هذه أنا أعتبرها من أهم الأماكن اللي موجودة عندنا، لأن أغلب المراجعين أكثرهم مواعيدهم موجودة بس يقول دكتور أنا عندي بعض الأسئلة ودي أسأل شيء قبل ما أطعم، فبالتالي نقوم بتوجيهها لهذه المنصة حيث يتواجد فيها دكتور الصحة العامة والذي يكون ملم بجميع أوجه التطعيم للإجابة على استفساراته ولتطمينه. الشغلة الثانية، عندنا منصة تطعيم الطبيب الوقائي، هم هذا يقوم بدور مساند فعال لطبيب الصحة العامة، بحيث أنه لا سمح الله أو أحد اتجه للتطعيم والممرضة وجدت أن في شغلة ممكن تمنعه من التطعيم، فبالتالي يقوم بتوجيهها إلى الطبيب الوقائي وأيضا طبيب الصحة العامة، تأكدون أن أموره كلها طيبة ومن بعدها يتوكل على الله ويروح يطعم إن شاء الله. شكرا على إجاباتك الشافية والوافية على كل تساؤلاتنا في مستمرين، شكرا لأنك من الطواقم اللي ما زالت مستمرة، وشكرا لمركز صباح الأحمد الطبي وأيضا مركز صباح الأحمد للتطعيم اللي ما زال مستمر طوال هذه الفترة. شكرا على الاستضافة وعاجز عن الشكر، والله يعطيكم الصحة والعافية. الله يسلمك. احنا ايضا بنكون معاكم من خلال شاشة تلفزيون الكويت مستمرين. معاكم مستمرين من خلال شاشة تلفزيون الكويت، وجولتنا مستمرة في مركز صباح الأحمد إي الصحي، ويسعدنا يكون معنا المشرف الإداري من المركز الأستاذ أحمد الفيتشاوي. حياك الله ويانا، وسعيد جدا بوجودك معنا من خلال شاشة تلفزيون الكويت. دورك كمشرف إداري اللي ساهم في تحويل هذا المركز الصحي إلى مركز تطعيم خلال 48 ساعة، شلون قدرتوا تحولون المركز؟ شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيكم العافية على الاستضافة. والله صراحة تعبنا بالتجهيز مع أخواني المشرفين جميعا، خاصة أنها في وقت قياسي. أي نعم، خلال 48 ساعة تم تجهيز المركز بالكامل، مثل ما أنتم شايفين ما في أي يعني صعوبة في التجهيز، الحمد لله أنجزنا هالشيء ومساعدة أخواني طبعا الإداريين مثل ما ذكرت ورئيس المركز وجميع الأفراد المتواجدين بالمركز إن شاء الله. أكيد أنا لاحظت أن في سهولة يعني في انتقال المطعمين من بداية دخولهم ملصقات إلى غيرها من التفاصيل، كلمنا عنها. مثل ما قلت لك عندنا كذا مشرف بالمركز موظفين، نقوم باستقبال المراجعين من أول ما يدش من الباب، نشوف الباركود ونأخذ الحرارة، وفي واحد يوجههم على الشباك، متواجدين أربع استقبال عندنا، يخلصون ويتوجهون على طول على السهم الموجود بالأرض على غرفة التطعيم، بعدين يتوجه للاستراحة هناك. طبعا في ممرض في إداري يستقبله، يقعد ربع ساعة نشيك عليه وعلى وضعه، الحمد لله والأمور ماشية. اي نعم، والامور الحمد لله ماشيه ما في اي صعوبه. الحمد لله. انا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم في مستمرين، وانك اعطيتنا الفرصه حتى نتعرف على اليه العمل عندكم ودوركم في منظومه التطعيم بشكل كامل. احنا اللي نشكركم على الاستضافه، وهذا واجبنا طبعا تجاه الكويت وتجاه وطننا، عشان نقدر نطعم اكثر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، عشان نرتاح ان شاء الله وازمه الكورونا هذه تنتهي. اللهم آمين، والله يعطيكم ألف عافية. الله عافيك. احنا ايضا من خلال شاشة تلفزيون الكويت دائما بنكون معكم مستمرين. في
في كل مركز تطعيم تحرص وزارة الصحة أن يكون هناك فريق خاص من الصحة الوقائية، لذلك يسعدنا اليوم أن نسلط الضوء على دورهم الكبير، ويسعدنا أن يكون معنا رئيس مفتشين الصحة العامة في مركز صباح الأحمد للتطعيم الأستاذ محمد العنزي. حياك الله ويانا، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا من خلال شاشة تلفزيون الكويت. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم. إحنا بالعادة نتكلم عن الأطباء، نتكلم عن الممرضين، ولكن اليوم نبي نوقف عند الدور الخاص واللي تقومون فيه في الصحة الوقائية. إحنا دورنا في الصحة الوقائية دور شامل، يعني كذا جهة يشمل. أولاً دور الإشراف على المركز بشكل عام، وعملية سير الطعوم يعني وطريقتها والمراجعة وتبريد وشون توصل الطعوم للمركز بسلاسة، وأيضا متابعة المراجع شون يوصل المراجع وأنه متأكد أنه أخذ الطعم بوقت يعني قصير وبطريقة سهلة. حتى في نوع من أنواع التعامل مع كبار السن، لكم تعامل خاص مع كبار السن؟ كبار السن ممكن إحنا نساعدهم، يعني في ممكن يوصل لك مراجع هنا كبير سن يقولك أنا ما أعرف أسجل، ساعدوني أنا شلون أسجل، ما يعرف حق الموقع، فإحنا نساعده نسهل الإجراءات، نسجله ونوصله للمكان التطعيم، ونحرص إنه يأخذ التطعيم بشكل سهل ونساعده بالأمور هذه. أنا أبي أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم في برنامج مستمرين، وبشكرك على دوركم الكبير اللي تقومون فيه، وأنا أعتبره هو دور إنساني عظيم. شكرا جزيلا لك، وأكيد في قلبك كلمات أخيرة تبي تقولها لكل شخص قاعد يشوفنا. طبعا أنا أحب يعني وأشجع أن الكل يطعم ويساهم في التطعيم، يعني هو السبيل الوحيد الوقاية الآن من المرض هذا. اللهم آمين. على كل حال احنا ايضا من خلال شاشة تلفزيون الكويت نوجه رسالة لكل من يشاهدنا بان التطعيم هو واجب وطني، لذلك لازم نحرص ونسعى له. هذه جولتنا في مركز صباح الأحمد للتطعيم، هو واحد من 15 مركز آخر خاص بالتطعيم قامت وزارة الصحة بإنشائه حتى يتم الإسراع في عملية التطعيم من قبل المواطنين والمقيمين. وبكذي نكون وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم، على أمل أنكم تشوفونا في حلقة الغد. مع السلامة.